القطر، ارمي السيارة دي مش وقت. بص شايفين ده القطر صغير خالص. ازيكم يا اصحابي واهلا بيكم في فيديو جديد مع بنتن. بس النهارده بنتن قرر ان هو يتحول لكينج كونج العملاق. قال لك يا عم الشخصية دي مش عجباني وانا عايز ابقى راجل عملاق كده، لان انا صغير وسط الناس وشايف الناس كلها عمالة تدوسه بالعربية. انزل يا صاحبي كده شوف. ايه ده جاي يضربني. شوف عشان كده انا عايز اتحول لكينج كونج العملاق. مفيش اي حد هيقدر يضربني. بس يا عم انا هتحول دلوقتي. تعالى يا صاحبي خش تعالى. هيضربني. طب والله بقى انا ضربك بقى. خد يا عم خد. لا ده معاه مسدس. معاه مسدس الحمد لله ضربته. شوف كله عمال يدوسني ازاي بالعربيه ومفيش حد بيبص لي. انا هروح باخد العربيه بتاعه الراجل اللي اتفنش ده. ناخد العربيه بتاعته بسرعه ونجري علشان نروح نشغل القوه بتاعه كينج كونج وهنتحول له وهنبقى اقوى ناس موجوده في المدينه. بس يا عم انت هو بس هنشوف بقى مين اللي هيقدر يحولنا لشخصيه كينج كونج. هو مفيش غير الدكتور اللي انا بروح له كل مره وبيحولني لاي شخصيه انا عايزها. يلا بينا نروح له بسرعه كده. هو موجود فين؟ وسع يا صاحبي انت. هو حد واقف قدام بنتن عشان هيتحول دلوقتي لشخصيه كينج كونج العملاق. وسع يا لا وسع الطريق يا صاحبي. بص الطيران ده. يو ايه ده لا استنى العربية باظت. لا لسه شغالة معانا اهي. اوكي خلينا نعدي من هنا ونخلي بالنا بقى واحنا ماشيين. ووصلنا يا شباب خلاص. ايوه هو ده. بس هو ده اللي احنا هندخله دلوقتي علشان يحولني لكينج كونج. ويلا بينا هنتحول دلوقتي لكينج كونج. بس استنوا في حاجة. احنا مش هينفع نتحول هنا لكينج كونج لان هو عملاق وممكن يبوظ المدينة هنا. فاحنا لازم نسافر ونطلع بره المدينة. يعني نطلع مثلا في مكان فيه جبل ماشي علشان نقدر نتحول ونبقى عمالقة. فيلا بينا بسرعة كده. يلا خلينا نمشي من المكان ده ونسافر ونروح لمكان بره المدينة. ده أهم حاجة لازم نعملها دلوقتي. يلا بسرعة يا بنتين. وسع يا صاحبي الطريق. أيوه هنمشي من هنا كده ونطلع بره المدينة. فممكن نطير. ممكن ناخد العربية دي عشان شكلها سريعة اهي. العربية اللي احنا خبطناها دي هناخدها بسرعة ونجري. يلا يا بنت خد العربية دي. اوكي بيكسر دلوقتي العربية. تمام دخل جوه العربية شغل العربية. العربية اشتغلت. اوعى مشيت. يلا بسرعة بقى. هو ده اللي هيخلينا العربية دي السريعة دي اللي هتخلينا نوصل بسرعة. شايف عاملة ازاي؟ بس انا ماشي على فكرة في طريق غلط. ايه ده استنى مش المفروض امشي من هنا. لا هنمشي من هنا كده بس بسرعة بقى يا بنت. يلا العربية اللي معاك دي بص عربية سريعة جدا وهتوصلك بسرعة. يلا اطلع برا المدينة. لا مش من هنا يا عم. الطريق ده مقفول. انا جيت في طريق غلط. معلش يا صاحبي معلش. ناس هنا متضايقة ان انا ماشي بسرعة لان كل العربيات بتمشي بالراحة جدا. اوكي خلينا نمشي بقى احنا ونطير كده. ولا بلاش طيران دلوقتي عشان بس العربيات اللي قدامي دي ما تبص. فخلينا ماشيين بالراحة. اوكي عدي بس كده. كده قربنا نخرج بره المدينة اهو يا شباب علشان نبدا المهمة بتاعتنا. واو وسع يا صاحبي. اوعى تقرب مني تواوا. ايوه جد اوب لا يا صاحبي حاسب. ايوه مشينا اهو. اوكي لا خلي بالك يا صاحبي كنت هتخبط فيا دلوقتي. انا ما بقتش شايف انا ماشي فين. واو انتوا اللي خبطتوا فيا على فكرة. مش مشكلة سامحهم يا بنتين. انت هتتحول دلوقتي لكينج كونج العملاق. يلا نطلع بره المدينه بس بسرعه. العربيات دي رخمه جدا هي اللي بتخبط فيا. مالي يا عم وسع يا عم انت هو كده. ده نازلين يضربوني. استنى ده في ناس نازله تضربني. تعالى يا حبيبي تعالى انت هو. تعالوا خد يا صاحبي وانت كمان. وش انت بتضربني؟ لا بتضربني ده. ده معاهم مسدس ساعد. لا خد يلا تعالى. شوف خاف وطلع يجري ازاي. في حد تاني؟ فحد بيضربني. معيش مسدسات. استنى والله ما انا سايبك. اخد المسدس بتاعك بقى. خد تعال هات المسدس بتاعك. هات مسدسك الحلو ده. يلا يا عم هات مسدس. خدت المسدس بتاعه. استنى بس لما نقوم وهنجيب المسدس بتاعه. قوم يا بنتين قوم بص ده في ناس كتير هنا موجوده اهو. خدنا المسدس بتاعه. استنى بقى هو فين؟ موجود فين؟ مين اللي بيضربني ده؟ هناك اهو. هما بيضربوش عليا انا. تعالى يا صاحبي تعالى. خد تعالى. مين تاني؟ ده كان بيضرب على الشرطة. الحمد لله ان احنا انقذنا الشرطي وخدنا المسدس بتاعه خلاص. يلا بينا خلينا نمشي بقى ونتحرك. ممكن ناخد السيارة دي نشوفها سريعة ولا لا.
اوكي يلا بسرعه يا بنتين، عاش، ما تقلقش الشرطه مش هتكلمك، الشرطه بتحبك. يلا بسرعه بسرعه، اجري اجري اجري. واحنا كل بقى ما نمشي لازم يقابلنا مشكله كده. حاسب يا عم انت اهو. لا العربيه دي اسرع من العربيه اللي فاتت، العربيه دي سريعه جدا. شوف بص 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 عامله ازاي. حاسبي اوكي، عدي من هنا اهو. احنا قربنا نطلع بره المدينه خلاص يا شباب، هنطير بس من هنا كده اهو، هنطير 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 اهو كده. احنا بره المدينه، المفروض نروح عند البتاع اللي فوق دي، الصخره اللي فوق دي. ايوه كده، طرنا طرنا. يلا يا بنتين يا جامد، يلا بقى نتحول. بص 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 بص، هنطير فوق كده ونقوم نطين ونفتح الباراشوت. يلا واحد اتنين تلاتة، نط من الباراشوت، نط نط نط. يلا يا جامد، ايوه كده، افتح باراشوت بقى بس كده. يلا انزل بقى على المبنى اللي هناك ده. هو بقى كده وصلنا بمنتهى السهولة. بص يا شايف انا نازل ازاي؟ يا سلام عليك يا بنت يا جامد. ايه ده، استنى يا عم اهو بنت هنا اهو. يوهو، انزل بقى بسرعة يا بنت، ان مفيش وقت. اوه شكله جامد جدا، هو طاير وفاتح الباراشوت. تفتكروا كينج كونج بقى لو ركب طيارة او ركب باراشوت، الباراشوت ده هيكمل بيه ولا هيقع؟ انا متأكد انه ممكن يقع بيه. فاحنا هننزل تحت هنا كده ممكن. بقول لكم ايه، انا هفتح الباراشوت. يلا اهو، لا افتح افتح الباراشوت. يا بص بص بص، بنتين هيقع. اي بنتين وقع يا جماعه، بس يلا عاش عاش يا بنتين. يلا بقى نتحول في المكان اللي احنا موجودين فيه ده لكينج كونج العملاق ونشوف ايه اللي هيحصل. يلا بينا. واو يا شباب، زي ما انتم شايفين قدرنا نتحول لكينج كونج العملاق. بس امشي بالراحه يا كينج، امشي بالراحه عشان المدينه انت ممكن دلوقتي بص بخبطه واحده بس توقع المدينه دي كلها. بص بص، لو رحنا لاي سياره او ندوس بس عليها اهو اهو. بص 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 بص، يا نهار ابيض، السيارات عماله بص تعمل ايه، عماله تختفي. وسع يلا، وسع الطريق. تعالوا كده نمسك سياره منهم مثلا. اهي مسكتها، والله مسكتها في ايدي. استنى ممكن نرميها على حد مثلا، نرميها هناك كده. واو 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 واو، لا لا طب هدي كمان هدي، بس بالراحه زي ما قلت لك على المدينه عشان المدينه مش مستحمله. تعال نكسر البنزيمة دي. دي وقعت كلها، وقعت. وسع يا انت يا يا جامد. بص بص الجامب بتاعه. ووو. طب خلينا بقى نمشي بعيد، نمشي بعيد عشان احنا ممكن نكسر المدينة دلوقتي. شايف بص بص بيجري ازاي، يا نهار ابيض يا جماعة. طب ممكن ناخد العربية دي كمان، على فكرة انا معايا قدرات خارقة جامدة جدا. ايه رأيكم بقى، استنى استنى، واو، ايه رأيكم بقى نجيب الشرطة ونشوف هتقدر تغلب كينج كونج ولا لا؟ استنى بس اما نرمي كمان السيارة دي، وبرمي السيارات بعيد. هدي هدي هدي، تعالى يا صاحبي، ما تخافش ما تخافش يا صاحبي. كينج كونج مش هيهزم المدينة، ده هيحملكم المدينة إن شاء الله. بص تعالوا بقى نروح في نص المدينة كده ونشوف إيه اللي هيحصل لما نرمي السيارة دي بس هناك كده. واو، استنى استنى استنى، يوهو، وسع يا صاحبي، وسع لي كينج كونج. شخصية كينج كونج دي جامدة جدا. بص بص هو بيجري عامل ازاي. واو، ولا كينج كونج يا جامد. طب هل بقى كينج كونج لو وقف قدام القطر يقدر يوقفه؟ اكيد يعني يقدر يوقف القطر، يعني مش محتاجة، بس عايز اوريكم القوة اللي معايا. انا معايا قوة كتير اهي زي ما انتم شايفين. طبعا لسه ما حطيتش الاكس بتاعته اللي هي الفاس اللي بيبقى ماسكة دي، بس معانا قوة مثلا القوة دي اهي اهي. بص بص شايف القوة دي بيعمل ايه؟ ياه، وشوف الجامب بتاعه. تمام، تعالوا بقى نجرب القوة دي كلها واحدة واحدة. احنا بص مش مستعجلين، مش عارف انا ايه كيك ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه في كيك دي؟ بوم 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 بوم، بيخبطه بس بايده كده. لا لا لا، انا لازم امشي بره المدينة من هنا خالص. امشي بسرعة امشي بسرعة، اجري اجري يا كينج كونج، اجري. ايوه اجري بره المدينة، عايزين نشوف قطر ونشوف هنقدر نوقف القطر ولا لا. اللي هناك ده قطر ولا مش قطر؟ استنوا كده اهو، ده قطر. لا لا ما طلعش قطر، بس احنا هنشوف طريق القطر وهنوصل له دلوقتي ونشوف هنقدر بقى نوقفه ولا كينج كونج العملاق ده مش هيقدر يوقف القطر. اكيد هيقدر، بس احنا هنشوف دلوقتي. خلينا بس نمشي بعيد من هنا كده. يلا يا كينج كونج يا جامد، ايوه كده يا كينج كونج. هو رايح فين كده؟ ايه ده مفيش قطر يا عم، انت يا عم امشي بالراحه امشي بالراحه، مفيش قطورات هنا، انت رايح فين؟ اهو في طريق قطر هنا اهو، بس هنقف هنا كده يا جماعه، هنقف هنا ونمشي بالراحه بقى خلاص. استنوا بقى كده كينج كونج، شايف كينج كونج عامل ازاي؟
ياه كينج كونج يا جامد. يلا خلينا بقى نشوف اذا كان القطر هيجي ولا هيخاف. بس هو شكله هيخاف، شكل القطر كده هيخاف يجي. وهنشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. يلا يا كينج كونج اجري 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 اجري. نشوف القطر، يا رب بس في قطر يجي عشان نجرب عليه القوة الخارقة بتاعتنا. هو انا مش محتاج اعمل حاجة مع القطر، انا بس لو لمست القطر لمسة تقريبا ممكن يقف. فين القطر يا كينج كونج؟ بقول لك ايه، تعالى العب مع السيارات دي شويه كده لحد ما القطر يجي. هات لك واحده كده امسكها في ايدك، ايوه عشان لما القطر يجي نحذفها في القطر. استنوا استنوا عشان الشرطه مش عايز. في قطر، ارمي السياره دي، مش وقت. بص بص شايفين ده القطر صغير خالص. واو والله القطر صغير جدا بالنسبه لكينج كونج. بص بص ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ايه اللي حصل؟ ايه ده القطر وقف اصلا، القطر وقف. هاي بص اهو نقدر نكسر القطر. وسع يلا القطر، يلا قطر مين ده؟ ده قطر لعبه، قطر لعبه بالنسبه لكينج كونج. والله تعالوا بقى نشوف الشرطه هتعمل ايه لما تيجي الكونج كونج وايه اللي هيحصل. المفروض بقى ان دلوقتي الشرطه مستعديه ان هي تيجي، احنا بس اول حاجه نعملها نشيل اي عربيه ونرميها كده. تلاقي الشرطه جت. ايه ده لسه ما جاتش؟ طب والله لا خلوهم يجوا دلوقتي. الشرطه جت. الشرطه جت. الشرطه جت دلوقتي وهتيجي بقى بالطيارات بتاعتها. استنى استنى استنى، انا هخليهم يجوا اسرع. استنى جايين في الطريق. في شرطه، في سياره شرطه، بس انا مش شايفهم. انا عملاق جدا يا جماعه فمش شايفكم قدام. انتوا فين؟ يا ريت تظهروا. بس انا عارف ان انتوا عمالين دلوقتي تضربوا عليا، بس انا والله ما شايفهم. هم تحت اهم. بص 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 يا الله صغيرين جدا. على فكره انا ماسك واحد في ايدي، ارميه كده. يا نهار ابيض، طب هات السياره الحلوه دي. ممكن نرميها على الطياره الهليكوبتر دي. واو لا لا لا، لازم نرمي واحد على الطياره. بص بص شايف الطياره دي؟ واو رمينا على الطياره. الطياره وقعت اتفنشت. ممكن نمسك بقى طياره من الجو كده، لو في طياره قابلتنا ولا حاجه ممكن نمسكها. شايف؟ بص 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 تعالوا 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 اهو تعالى يا حبيبي تعالى. هو ده صاحبي. لا لا استنى، عايزين نمسك قطر تاني جه. بس خلاص تعالى قطر، القطر وصل. تعالى بقى نمسك القطر كده اهو. تعالى قطر يا حلو. ايه ده القطر لسه ماشي؟ لا وقف 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 وقف. مسكنا القطر، مسكنا القطر. هنعمل ايه بقى بالقطر اللي احنا مسكناه ده؟ نرميه في طياره هليكوبتر. في طياره هليكوبتر جه هناك اهي. ولا اقول لك بلاش، انا همسك الطياره الهليكوبتر دلوقتي. ارمي القطر ده. يا بس 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 ارمي ارمي البتاع. لا لا ارمي دي ارمي دي. يا نهار ابيض يا عم، ارميه ارميه. ايوه كده، هات الطياره دي بقى امسكها امسكها. مسكنا الطياره الهليكوبتر في ايدينا اهي اهي اهي. بص بص الطياره، هي دي الطياره الهليكوبتر. نقدر نرميها كده. يو واو نعمل ايه تاني؟ استنوا ده في حاجه طايره في الجو اهو. يوهو الجامب بقى. تعالوا نجرب القوه اللي معانا. بس يا طياره، بس يا طياره، طياره هليكوبتر، بس عشان امسكك والله اهو وارميك هناك اهو كده اهو. تعالوا بقى كده نجرب باقي القوى الخارقه. لا 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 ارمي دي ارمي دي. بص احنا معانا قوى كتير قوي، فانا مش عارف اجرب ايه ولا ايه ولا ايه. ده احنا محتاجين ساعه عشان نقعد نجرب القوى الخارقه دي. دي اول واحده. طب هقول لكم على حاجه، هقول لكم على حاجه، احنا نجربها بالترتيب ماشي. هناخد اول واحده من هنا ونشوف دي بتعمل ايه. تعالي كده، دي بيخبط بايده كده على الارض. تمام. طب اللي جنبها بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنا كده اهو. اوه ده كلو. يا لا يا عم لا لا لا. طب ايه ايه دي بقى؟ ايه دي؟ ده بيطير كل السيارات اللي موجوده. طب جامب جامب ده بيعمل ايه؟ استنى كده يا صاحبي، برضه بيطيرهم هي نفسها. طب ودي؟ ده برجله بقى. بص بص بيعمل ايه برجله؟ يو ده بيطيرهم كلهم. طب دي بتعمل ايه؟ استنى كده. واو برضه بايده كده وبيخبط على الارض اهو. بص بص يا ودي برجله المره دي. طب تعالوا نجرب دي، نشوف دي بيعمل ايه. اوه لا يا جماعه ده طلع عملاق بجد. طب دي ده هياكل تقريبا. لا لا لو مسك حد هياكل. اوعى يا صاحبي هيمسكك هياكلك. كلو يا سلام. طب دي اخر حاجه دي بقى. استنى استنى. ده بيسقف عليه. ده بيعك الخير. خلاص خلاص خلاص. كينج كونج غضب يا جماعه، كينج كونج غضب. اسمعوا الكلام وامشوا بسرعه. احنا هنمشي الشرطه دلوقتي ونشوف بقى
هنعمل ايه بعد كده؟ ولا اقول لك سيب الشرطه، سيب الشرطه، الشرطه حلوه قوي مسليه كده. خلاص يا جماعه كينج كونج زعل مننا كلنا اهو. استنى بس اما يجري بعيد عن الشرطه نشوف الشرطه هتبعد عنه ولا لا. استنى استنى يوه، ابعد يا كينج كونج بسرعه، ابعد ابعد قبل ما يمسكوك. الشرطه زمانها بتجري ورايا اكيد. ايه ده، في اعداء موجوده في المدينه هناك. ايه، استنى اما نروح ننقذ المدينه. اه والله في اعداء على الخريطه. استنى بجري بسرعه جدا. بص اهم اهم هم دول، تعالى يا عدو. الله خلاص فنشنا الاعداء والمهمه بتاعتنا نجحت الحمد لله، عشان كده الشرطه سابتني ومشيت لما لقوني ان انا بساعدهم وكده. لكن طبعا لو مشيت ودست على اي سياره هيجروا ورايا تاني. اه بص بقى هيجروا ورايا. لا ده ما جروش ورايا. ايه ده ايه ده، دول سابوني سابوني علشان ساعدتهم وقبضنا على العصابه. اوه حلو قوي. بص بص السيارات اللي موجوده دي كلها، انا ماشي ماشي اعمل ايه؟ يا كينج كونج يا جامد. طبعا اصحابي استنوا الفيديو اللي جاي علشان كينج كونج هيواجه وحش عملاق جدا، وتوقعوه وانزلوا اكتبوا لي تحت في الكومنتات. وشكرا لكم اصحابي ان انتوا كملتوا الفيديو للاخر. مع السلامه.